طيب قلت لكم عندي قصه وحكايه، وانتوا دايما متعودين لما بطلع اتكلم في قصص وحكايات بتبقى قضيه، مش بنتكلم في قصص سهله او بسيطه او موضوع مش مستاهل، لا بيبقى عندنا قضيه بجد، ولما بنطرح قضيه بتبقى الهدف منها الصالح العام، عشان ما حدش بس يفكر ان القضيه اللي بنطرحها بيكون لها اهداف ومصالح شخصيه، بالعكس بتبقى للصالح العام. والملف ده تحديدا الناس عارفه لما بنتكلم فيه، الحمد لله من أول يوم لغاية اللحظة اللي بتكلم فيها كل معلوماتنا صح وبتحصل، ويوم واتنين اللي بنقوله بتسمعوه وبتشوفوه. انتوا عارفين ان دايما الاتحاد الدولي بيحب يتعامل بمعيار واحد، معيار الشفافية والنزاهة الرياضية، ده معيار الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي ده هو اللي بيشرف على اللعبة، لعبة كرة القدم في جميع دول العالم. ولما طبقوا حاجة اسمها تقنية الحكم الفيديو المساعد، تقنية الفار، ما يسمى يعني بتقنية الفار، كان الهدف منها إن قدر الإمكان يقللوا الأخطاء، ويبقى فيه بروتوكول لهذه التقنية عشان الناس كلها تبقى ماشية بهذا الإطار، مفيش حد ينحرف عن الإطار ده ويعمل حاجة من دماغه، لا كله ماشي في سياسة واحدة. طيب الموضوع اللي هتكلم فيه أبعاده كبيرة، الناس ما تتخضش، لا أبعاده كبيرة، لأن من ساعة الواقعة اللي هتكلم عليها دلوقتي لغاية اللحظة دي أنا عمال أتابع أشوف إيه اللي بيتسرب، إيه اللي بيتقال، اجتماع لجنة الحكام في مناقشة الحالات التحكيمية أو اجتماع اللجنة في سماع محادثات الفار في بعض الحالات التحكيمية لبعض المباريات، قلت الناس هيبقى فيها قرارات وعقوبات وهيبقى فيه شفافية، ولكن فوجئت إن في تسريبات خرجت مش صحيحة، والتسريبات دي أنا مش فارق معايا مين يتوقف أو مين اللي أخطأ، أنا فارق معايا إن يكون في شفافية ونزاهة في تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد الفار في مصر. والفترة اللي اشتغل فيها مارك كلاتنبرج لما كان بيعرض الحالات التحكيمية بمحادثات الفار كانت يعني نوعاً ما فيها جزء كبير جداً من الشفافية. ولكن أنا بقول لكم بقى إيه القصة بالنسبة لي، لا لون أحمر ولا أصفر ولا أبيض ولا أخضر. القصة ليها أبعاد تانية كبيرة. ومش هشرح التفاصيل في محادثة الفار لغاية لما لجنة الحكام تطلع بنفسها تقول إيه اللي حصل عشان تطبق القانون صح وتطبق بروتوكول الفار صح. معنى كده إن أنا مش هتكلم؟ لا هتكلم، بس مش هدخل في تفاصيل المحادثة لغاية لما لجنة الحكام لغاية بكرة، يعني من النهاردة لبكرة بغض النظر عن التسريبات، لا تطلع كده بشكل رسمي وتقول اللي حصل. لان النهارده حاولت اتواصل مع الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام مره واثنين وثلاثه، تليفونه مقفول مش عارف اوصل له. ليه بقى؟ بصوا يا جماعه، بروتوكول تقنيه الفار معناه ان حكم التقنيه، حكم الفيديو المساعد، لما بيكون شايف حاله متاكد منها وحاله يقينيه ان فيها استدعاء لحكم المباراه بيستدعيه. هل حكم المباراه يقدر يقول له لا؟ ما يقدرش. دي تفصيلة صغيرة. طيب حصلت حاجة غلط، مخالفة لبروتوكول الفار في مباراة الإسماعيلي والزمالك، وأنا قلت لكم من البداية القصة مش ألوان، لو حصلت في مباراة الأهلي وجات لي نفس الحالة ونفس المحادثة بتفاصيلها بكواليسها أقولها، ولكن أنا يهمني يبقى فيه شفافية، ده مهم جدا. لكن اللجنة أشوف تسريبات لمصدر رسمي في لجنة الحكام ما يقولش اسمه ويقول أصل حكم تقنية الفيديو الكابتن مصطفى مدحت تم إيقافه، لا أنا هنا مختلف معاك اختلاف كبير جدا. ده لو التسريبات دي طلعت من اللجنة، لا دي فيها مشكلة كبيرة، عشان كده أنا جاي النهاردة أتكلم فيها وأمام لجنة الحكام واتحاد الكورة لغاية بكرة يطلعوا بشكل واضح وصريح يشرحوا لنا، يقولوا لنا ماذا حدث في اللعبة اللي عرقل فيها محمد صبحي حارس الزمالك لاعب النادي الإسماعيلي، ماذا حدث في المحادثة ما بين حكم تقنية الفيديو مع الكابتن محمد عادل في مباراة الزمالك والإسماعيلي اللي اتلعبت في إسماعيلية واللي تم فيها عرقلة لاعب الإسماعيلي من محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك. قدامكم الحالة اهي، قصة بالنسبة لي مش ضربة جزاء ولا كارت أحمر ولا إيقاف ثلاث ماتشات. يوم ما الشناوي عمل غلطة زي دي احنا أول ناس طلعنا أصلا انتقدنا الشناوي وأشدنا جدا بقرار الكابتن طارق مجدي، تمام؟ عشان نبقى فير قدام الناس،
اشادنا جدا بقرار الكابتن طارق مجدي، بل بالعكس الجماهير على السوشيال ميديا طلبت كمان ان كمان يبقى في عقوبه ماليه وخاص من محمد الشناوي. مفيش اكتر من كده، الكلام ده اتقال وقتها في المباراه اللي خد فيها محمد الشناوي كارت احمر. لكن اللعبه دي المحادثه اللي حصلت عكس التسريبات اللي طلعت. انا مش هقول المحادثه حصلت فيها ايه لغايه لما اللجنه تطلع بنفسها بكره او النهارده بالليل او بكره تقول المحادثه كان فيها ايه. للشفافيه والنزاهه الرياضيه. انا باكد على الجمله دي تاني. ليه بقى؟ لان التسريبات اللي خرجت ان الكابتن مصطفى مدحت هو اللي توقف، لا، مش ده اللي حصل في غرفه تقنيه الفيديو يا جماعه. مش ده اللي حصل في غرفه تقنيه الفيديو. طب ليه انا بتكلم في الجزئيه دي وبقول الكلام ده؟ طيب ليه بقى؟ اولا تتذكروا معايا الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا في كاس العالم للانديه اللي اتلعبت في المغرب من حوالي شهرين ثلاثه يعني، وفي كمان كاس عالم للشباب في الارجنتين خلال نهايه الشهر الجاري. عملت ايه الفيفا؟ قالت جماهير الكوره هي جزء من اللعبه، جماهير الكوره جزء من اللعبه، فلازم يتم عرض الحالات في الملعب، والحكم هو الاول في البدايه كان ايه، عرض المحادثه ما بين الحكم وحكم تقنيه الفيديو على الهواء، ولكن قال لك ايه، لا، حكم الملعب بعد ما يخلص الحاله يطلع وهو بيدي القرار بتاعه يشرح ده قدامكم على الشاشه. ده حصل في مباراه الاهلي واوكلاند سيتي، وكلنا سمعنا ده على الهواء مباشره صوت وصوره ايه اللي حصل في غرفه تقنيه الفيديو، والحكم شرحه لكل الساده المتابعين سواء في الملعب او خارج الملعب. ليه؟ لان الفيفا بيعتبر ان الجماهير جزء من اللعبه، وبالتالي اللي حصل في مباراه الزمالك والاسماعيلي عشان يبقى احنا جزء من اللعبه وتطبق مبدا الفيفا اللي هو فيه الشفافيه والنزاهه الرياضيه. اللعبه دي اللي حصل فيها جدل واللي اتقال فيها ان مصطفى مدحت حكم تقنيه الفيديو هيتوقف لانه ما طبقش البروتوكول واستدعى محمد عادل، لا، الكلام ده مش حقيقي. فانا بطالب اللجنه تطلع تقول لنا المحادثه فيها ايه وتعاقب المخطئ ايا كان هو مين.